على هذه الهيئة يدخلون عامهم الأول وهم يسكنون في هذا المكان هنا في مبنى المعهد التقني بمديرية المريقة غرب العاصمة المؤقتة عدن. تعيش المئات من الأسر النازحة من الحرب بالساحل الغربي، حيث تقضي مناسبة شهر رمضان وسط معاناة مستمرة. أجينا من منطقة فقم في هنجر، يعني وقسينا في به، ويعني ومقسمة هذه الغرف، يعني نطبخ في به وناكل في به والصحون في به ونتمدد في به، يعني والدنيا يعني عيشة تعب. أكثر من 1200 أسرة من نازحي الحديدة موزعة على مخيمات عدة يعيشون مشردين بعد أن كانوا من ملاك المزارع ويقضون حياة أكثر استقرارا في قراهم، لكن بات الكثير منهم يكابدون الأوقات للحصول على وجبة الإفطار ومما يزيد من معاناتهم. حديدة كنا أي حاجة كالحنا بخمسين كالحنا بثلاثين بكم من شيكا، أما هنا كل حاجة بالأولى بالقطع كامل بكل من ذي الأشياء بس. إن قلت بالأكولات، إن قلت بالأغذية، إن قلت بالتمور، يعني إحنا يمكن أكثر من أسبوعين التمر بس نحن نطالب عليه، نجري بعدهم يقولوا بيجي، مع أن نحن حملناه بأنفسنا، شليناه جبناه من صلاح الدين إلى هنا، والله حملناه من صلاح الدين وجبناه إلى هنا على اساس انه قالوا بيصرفونه في رمضان 800 كرتون، واحنا اليوم شوف احنا اليوم الثاني ما قد وصلنا حبه تمره. ايام من التعب يعيشها النازحون في العاصمه المؤقته عدن وسط اهمال السلطات الحكوميه والمنظمات الاغاثيه من المساعدات دون امل في العوده الى ديارهم في ظل استمرار القتال وغياب فرص الحل السياسي.